السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم موتو دي زاد، متخصصة في الدراجات النارية المستعملة في الجزائر لموتور سكوتر. في هذا الفيديو تاع اليوم جبنا لكم مجموعة من الموتورات بأسعار مختلفة ومع أرقام الهاتف مرفقة. قبل ما نبدأ في عرض الموتورات معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم دعم القناة بالترازي الاشتراك في القناة وتدفع زر الجرس حتى يصلك من عندنا كل جديد. بدون طلع عليكم متابعينا، نبدأ مباشرة في عرض هذه الدراجات النارية التي معنا في هذا الفيديو نهار اليوم، فابقوا معنا. الموتور رقم واحد معنا في فيديو اليوم هي سيمفيدال 3 2019، محرك دراجة نارية ايسونس، روبوت فيتاس اوتوماتيك، لا كولور نوار، والدراجة النارية ماشية 17000 كيلومتر. صاحب هذا الموتور من حسين داي ولاية الجزائر العاصمة، وسعر هذا السيمفيدال 3 هو 28.5 مليون بري نيغوسيابل. أبي بإمكانكم تجيبوا هذه الدراجة النارية مبلغ أقل. الموتور نقية وفي حالة جيدة. الموتور رقم 2 VMS دريفر اني 2020، محرك ال VMS ايسونس، لابوت فيتاس مانويال، لا كولور غري، والدرجة النارية ماشية 4200 كيلومتر. صاحب الموتور من بولوغين ولاية الجزائر العاصمة، وسعر هذا VMS دريفر هو 22 مليون بري نيغوسيابل. أي بإمكانكم تجيبوا هذه الدراجة النارية بمبلغ أقل. الموتو نظيفة. الموتو رقم 3 معنا في فيديو اليوم هي VMS كوكسي أني 2021، محرك هذا VMS إيسونس، لابوت فيتاس مانويال، لا كولور غري، والدرجة النارية ماشية 1400 كيلومتر. صاحب هذا الموتو مستوى لولاية الجزائر العاصمة، وسعر الـ VMS كوكسي هو 21 مليون بري فيكسي. الموتو مع قاس صوالح، وهذا الـ VMS كوكسي نقية. الموتو رقم 4 معنا هي VMS كوكسي 2 2020، محرك الـ VMS إيسونس، لابوت فيتاس مانويال، لا كولور روج بوردو، والدرجة النارية ماشية 6900 كيلومتر. لا كات غريز ساز. صاحب الموتو من الدويرة ولاية الجزائر العاصمة، وسعر الـ VMS كوكسي 2 هو 19 مليون بري فيكسي. صاحب الموتو مبرش، الدرجة النارية فيها الألارم، والموتو نقية. الموتو رقم 5 فيكتوريا 150 2020، محرك فيكتوريا ايسونس، لابوت فيتاس مانويال، لا كولور نوار، والدرجة النارية ماشية 6700 كيلومتر. صاحب الموتو من الحراش ولاية الجزائر العاصمة، وسعر الفيكتوريا 150 هو 20 مليون بري نيغوسيابل. أي بإمكانكم تجيبوا هذا الموتو مبلغ أقل. الدرجة النارية نظيفة وفي حالة جيدة. الموتو رقم 6 أوكينوا كوكسي أني 2021، محرك الأوكينوا إيسونس، لابوت فيتاس أوتوماتيك، لا كولور غري مانيتوبا، والدرجة النارية ماشية 100 كيلومتر. صاحب الموتو من خميس مليانة ولاية عين دفلة، وراه مسموه في هذا الأوكينوا كوكسي 19.5 مليون. المحرك في حالة جيدة، والدرجة النارية نقية. الموتور رقم 7 معنا هي اس موتورز روما 2019، محرك هذا الموتور ايسونس، روبوت فيتاس اوتوماتيك، لا كولور بلو، والدرجة النارية ماشية 6500 كيلومتر. صاحب الموتو من بلجير ولاية وهران، وسعر هاد الاس موتورز روما هو 15 مليون بري فيكسي. الدرجة النارية نقية وفي حالة جيدة. الموتو رقم 8 سيم اس تي اني 2018،
محرك السيم ايسونس لاباد فيتاس اوتوماتيك لا كولور بلو نوي والدراجة النارية ماشية 18000 كيلومتر. صاحب الموطور من ولاية وهران ورام سمو في هاد السيم اس تي 25 مليون. صاحب الدراجة النارية ما يبرش الكاريناج تاع 10 والمحرك 10 على 10. هيا نكون كملنا معكم كاع درجات النارية المستعملة اللي معنا في فيديو اليوم. في الأخير ما تنسوا ديروا جيم الفيديو ديروا بارتاج. أرقام الرواتب تاع صحاب بعض المطبات راهي مرفقة في صندوق الوصف موجود أسفل الفيديو. فقط قوموا بالضغط على هذا المزيد أو على عنوان الفيديو ويظهر أمامكم صندوق الوصف في أرقام الهواتف. وإلى ملتقى إن شاء الله في فيديوهات أخرى حول الدراجات النارية المستعملة في الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.